يا جماعة المسابقات الدينية يلي يسألوا الناس بالشارع أسئلة دينية ويربحون جوائز، في بعض من هالأجوبة ما عليها دليل، فعلى أي أساس ينشروا هيك شيء؟ مثلا بيسألوا الناس من هو النبي الذي دفن بعد الرسول محمد، والصح عندهم يلي جاوب إنه هو دانيال. طيب وين الدليل إنه دانيال أصلا نبي، من قرآن أو من حديث صحيح؟ جيبوا دليل. مثلا بيسألوا الناس ما هي السورة التي سميت بعروس القرآن، والصح عندهم يلي جاوب انه هي سورة الرحمن. طيب وين الدليل الصحيح على هالشي؟ ولا انتم عم تبنوا على احاديث موضوعة؟ فهمونا. مثلا بيسألوا الناس اصحاب الكهف على زمن اي نبي، والصح يلي جاوب على زمن عيسى عليه السلام. طيب وين الدليل الصحيح على هالشي؟ مثلا بيسألوا الناس مين هو النبي يلي دفن في نهر النيل، والصح يلي جاوب انه يوسف عليه السلام. طيب جيب دليل صحيح على هالشي، وشو اسم ام موسى؟ وفي أسئلة كتير ما بدي طول بالفيديو. يا أصحاب المسابقات، يا مذيعين، اجعلوها لوجه الله الكريم. قبل ما تسألوا الناس اعرفوا شو عم تسألوا، مو كل شي بالجوجل صحيح. لا يكون همكن الترندات والمشاهدات على حساب تعليم الناس شي بلا دليل. اعرفوا شو عم تنشروا. هذا والله أعلم. سلام.